السلام عليكم ورحمة الله. بونجور، اليوم غادي نوريكم كيفاش تكونجوليو اللحوم الدجاج مع اللحم. هذه هي الطريقه. هنايا عندني الجيغو ديال اللحم، كندير ديما السوليفان وكندير البابي دو كويسون. هنايا عندني التورتيا حتى هي. هنا عندنا دجاجه مصوبه ليها بابي دو كويسون. هنايا عندنا لي ستيك. دابا غادي تدوزوا معايا باش غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنكونجولي وكنجمدوا اللحوم. انا بغيت نقول لكم اليوم كيفاش ديروا الطريقه باش تجمدوا اللحوم ديالكم، الطريقه الصحيه. كاين اللي كيشد اللحم ديالو وكيديروا غير هكاك في البلاستيك ويسد عليه، وهذاك الطريقه ماشي صحيه. دابا غادي نوريكم انا الطريقه ديالي. غادي تشدوا بحال دابا جوج طرف ديال اللحم ديال الدجاج ولا اللحم، اي لحم عندكم، كديروا هنايا في البلاستيك وكتشدوا البابي دو كويسون وكديروا له بحال هكا، ديروا بحال هكا خاصو يتحيد منه هذاك الريح اللي كيكون فيه، خاصو يتجمع بحال هكا. ديك الساعه كتشدوا هذا السوليفان وكتدوروا عليه السوليفان بحال هكا مزيان، كديروا له بحال هكا، شدوا مزيان بيديكم زيروا عليه. هنا راه ما كيدخلش ليه الهواء، ما كيدخل له لا ريح لا والو. وديك الساعه كديروه في البلاستيك ديالكم. انا بحال هكا كندير، وقبل ما تبغيو تطيبوا كتجبدوا داك القدر ديالكم اللي باغي دير. نعاود معكم واحد الطريفات، غديروا الطريفات اللي بغيتوا، جوج ولا ثلاثه ولا اربعه على حسب القدر ديال الانسان. غندير غير جوج، كنكبرهم بحال هكا، كديرهم هكا، غيروا عليهم مزيان. كتعرفوا بان ما غيدخلهمش الهواء، ما غيدخلهمش الريح. الطريقة كنوريها للبنيات الصغارين، دعاو معانا، دعاو مع الميمة. فوالا غديروا له بحال هكا وغتزيروا عليها. هذه هي الطريقة الصحية، ما عندوش منين يدخل البرودة ولا الهواء ولا الريح ولا. وكديروهم هكا لي بلاستيك ديالكم، دو هكا طريفات اللي باغيين ديال الكسكسو ولا ديال الكاميلا ولا ديال غيرو عليه مزيان. هكا كتشدو السوليفان كتحلوه. هذا البابي دو كويسون راه موجود، ماشي غالي، على الاقل بعدا كديروا الكونجيلاسيون ديال اللحم ديالكم مزيان. انا شتي بحال هكا، ملي كتبغيو كتجبدوا واحد الباكيه هنا بحال هكا. هادي راه مازال غادي تهج دو بلاستيك مازال. لي ستيك الا كان عندكم لي ستيك كديري لهم نفس العمليه، كتشدوا لي ستيك ديالكم يكونوا ناشفين، يكون هادشي مغسول بالحامض وسكينجبير والخل، راه كلشي كيعرف كيفاش يغسل الدجاج. وغادي تحطوا لي ستيك ديالكم بهذه الطريقه هذه ناشفين، ما يكونش فيهم الماء. غديروا على حسب وليداتكم وعلى حسب القدر ديالكم، ديروا بحال هكا. هذه الطريقة الصحية اللي ما تخافوش منها وما عندكمش الريح. بغيتو ديروهم في البلاستيك صغارين، كتحلو لي بلاستيك صغارين وكتخشيهم هكا. هنايا عندكم مازال تزيدو واحد اخر، كتحطو البلاستيك ديالكم تحطوهم هكا. نزيد معكم واحد اخر، لي ستيك يكونو ناشفين ما يكونش فيهم الماء، كتنشفوهم مزيان مغسولين. نديرو لهم هكا، نديرو بحال هكا،
مهم كيكون مقبوط مزيان. كنديروا ليهم السوليفان، عمليه سهله ما كتاخذش الوقت بزاف. فوالا خطوه ديروا جوج هنايا، سدوها خاصها تسد مزيان باش ما يدخلهاش الثلج ودخلها البروده، غير خاصها تسد مزيان. بلاتي هنا هنا، هذه هي الطريقه الصحيه اللي غادي تبقاو تجمعوا بها اللحم ديالكم وكيفاش كون تكونجيليه ان شاء الله بحال الطريقه. دابا انايا درت هنايا في البلاستيك الكبير، درت 4 ديال لي ساك، وهنايا درت جوج سيكان وهنا جوج سيكان. ملي كتبغيو لي ستيك ديالكم كتحلوها بحال هكا، كتجبدوا لو ستيك ديالكم من بعد كتحيدوا ليها الريح مزيان وكتسدوها، تحيدوا ليها الريح كتبغيوها هكا كديروها ديال ترجعوها للكونجيلاتور. وهادو ملي كتبغيو اللحم ديالكم كتحلو الصاك وكتجبدوا واحد الصاك اللي غادي طيبو، والباقي كتحيدوا له الريح وكتدخلوه حتى هو للكونجيلاتور، ما يوقعولو والو لان الاخرين ديجا راه محيد ليهم الريح، حيد ليهم كلشي. كتدخلوها كديروها بحال هكا في الكونجيلاتور. فوالا انا عطيتكم هاد المعلومه باش تستافدوا حتى نتوما وديروا الطريقه الصحيه باش تبقاو تكونجليو تجمدوا المواد ديالكم وسيرتو اللحوم. اللي باغي يدير هاد الطريقه ديال البابي دو كويسون يدير البابي اللي الكاليتي ديالو مزيانه، ما يديرش داك الكاريت اللي كيتباع رخيص، يدير الكاليتي مزيانه باش كيتشد مزيان وما كيفزكش الكاريت من الداخل. خاص الكاليتي تكون مزيانه، اما بيض ولا قهوي، مي تكون الكاليتي ديالو مزيانه. ملي كتبغي طيبو الدجاج ديالكم كتجبدو واحد الكيس كديروه في وسط الماء بارد وتخليوه باش هذاك الكاغيت اللي درتو دو كويسون بابي دو كويسون كيبقى يحيد راسو فاسيلمون، كيحيد بكل سهوله. وديما ملي كتخرجوا اللحم الكونجيلاتور ما طيبوش هكاك، غير كتشدوه من الكونجيلاتور وطيبوه، راه مودر غادي تحيدوه. احسن طريقه تحيدوه ديروه في وسط الماء حتى يترخى على خاطر، انا كنشوف بزاف الناس كيجبدوا اللحم الكونجيلاتور ويطيبوه راه كونسيغو راه مودر، ومنين تجبدوه ديروه ديريكتومون في الماء وتخليوه. منين تكونوا كتفطروا ديروه في الماء راه كيترخى دغيا دغيا، من بعد ساعه صافي كتلقاه واجد. من بعد ملي كديروه في البلاستيك في الماء كيتحيد بكل سهوله، كديروا له غير بحال هكا وكيتحيد. كديروه في الكسكاس بحال هكا وتخليوه حتى ما يبقاش فيه الماء تينشف، وكديروا العطريه ديالو وداك التوابل ديالو كطيبوه كيف ما بغيتوا. انا بغيت نعطيكم غير واحد النصيحه، اللحم اللي كيكون في الكونجيلاسيون في المجمد ملي كتخرجوه من المجمد ما يمكن لكمش ترجعوه للمجمد، لان ملي كيخرج وكيدوب وترجعوه كيولي مسمم، كيولي فيه بزاف الميكروبات، ودوك الميكروبات ملي كترجعوه للكونجيلاسيون كيزيدوا يضعفوا كيزيدوا يتكاثروا. وعاوتاني النصيحه الثانيه هو الدجاج واللحم ما ديروش ليه الشرموله ديالو، خليو اللحم هكاك طبيعي ما ديروا له حتى شي حاجه، كديروا له الكاري دو كويسون بابي دو كويسون سوليفان كديروه في البلاستيك ودخلوه بلا شرموله ديالو بلا والو حتى تتخرجوه. منين يدوب ديك الساعه ديروا له هذيك التوابل ديالو. هذه نصيحه كنصحكم بها. اما الحوت ما كيخصو شي حتى هو يداروا له التوابل ديالو، شحال من واحد كيدير ليهم شرموله والحوت دخلوه هكاك طبيعي بالقشره ديالو، وما خصوش يبقى بزاف الكونجيلاسيون ما يفوتش شهر شهرين. اللحم والكفته ما دارش كاع تماما في الكونجيلاسيون، الكفته كي كتجي كطيب. والدجاج واللحوم خصهم يداروا حتى هما 3 شهور 4 شهور حتى 5 شهور لا اكثر،
وما هي في الحقيقة 3 شهور بركة، لأن ديك المدة ملي كطوال ما ماشي صحية.